এখন আমরা সূরাতুল হাক্কাহ তৃতীয় পর্ব 29তম পারার 7তম পৃষ্ঠায় অবস্থিত 21তম আয়াত থেকে আমরা পড়ব ইনশাআল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فهو في عيشة راضية راضية فهو في عيشة راضية في جنة عالية عالية في جنة عالية قطوفها دانية قطوفها دانية كلوا اتمنى خوا واشربوا هنيئا أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه
حسابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها يا ليتها كانت القاضية قاضية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية ما هلك هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية خذوه خذوه فغلوه خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم ثم الجحيم ثم الجحيم صلوا ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب ولا يحب على ولا يحب على طعام المسكين ولا يحب
صدق الله العظيم.